الحمد لله من ساعه ما المشروع الطرح للنقاش وللحوار المجتمعي وصلنا النهارده في اكتر من 102 او 103 اقتراح في 18 استفسار. بالفعل تم عرضهم على اللجنه المركزيه برئاسه الكابتن خطيب، واترفع الاقتراحات اترفعت للاستاذ المستشار محمود فهمي والاستاذ محمد فتحي والدكتور سعد شلبي. في اقتراحات احنا قابلناها، وفي اقتراحات يعني طالما في اقتراح بيتماشى مع قانون الرياضه وبيتناسب مع المبادئ واخلاق النادي الاهلي واللي احنا عايزين اللائحه بتاعتنا اللي احنا عايزين كلنا بنملكها، لان ده حلم النادي الاهلي قبل اي حد. يعني النادي الاهلي بيناشد بالميثاق الاولمبي من 2006 و2007 من ايام كابتن حسن حمدي وهو رئيس مجلس اداره، وكانت اول لائحه اتعملت للنادي الاهلي 2014 ورفضت الجهه الاداريه اعتمادها. فاحنا بنقول النهارده النادي الاهلي بتحلم اللي انت يبقى عندك لائحتك، لائحه النظام الاساسي. عايز اقول اللي احنا اما طرحنا المسوده في ايام قبل العيد، يمكن عايز اقول لك اللي احنا كنا مش قصدي، احنا عارفين كويس قوي اللي فيه تفاعل مجتمعي وفي مشاركه هتحصل. اتمنى بقى المشاركه تنقل من الفيسبوك، تتنقل ليه المواقع الرسميه للاستلام لصوتك يوصل للنادي. احنا النهارده في مقترحات اللي وصلت، بالفعل في اربع مواد تم النظر فيها وتعديلها، وكان من ضمنها الماده 33 الخاصه بالجهات القضائيه. كانت الجهات القضائيه فقط لا غير، لا احنا خلينا الجهات او الهيئات القضائيه للاشراف على العمليه الانتخابيه، ودي يعني احنا شايفينها حاجه فير جدا وطبيعيه جدا. النهارده الجهات القضائيه تتمثل في القضاء العادي ومجلس الدوله، لا النهارده الهيئات القضائيه تتمثل في كل العمليه القضائيه، نيابه اداريه، مجلس دوله، نادي هيئه قضاء الدوله. فانت النهارده بقى عندك من الحريه اللي انت بتختار او بتبعت للجهه القضائيه اللي تشرف على الانتخابات عشان يبقى فيه نزاهه وفي شفافيه، لان احنا كلنا بنثق في القضاء المصري. كان في لجنه تظلمات ما كانتش موجوده على الفور، حطينا لجنه تظلمات يبقى رئيسها من تكونه من رئيس واثنين اعضاء قانونيين خارج مجلس اداره النادي الاهلي من اعضاء الجمعيه العموميه. من خلالها انت بتقدم التظلم بتاعك للجنه، لان ما ينفعش يبقى انا الخصم وابقى انا الحكم، لا انت بتقدم للجنه خلال 15 يوم. اللجنه دي بتعرض التظلم على مجلس الاداره اللي بيعتمده برضه خلال 15 يوم. فانت في حاجات لائحه الجزئيات ما كانتش موجوده، حطينا لائحه الجزئيات. في امور انت النهارده اما شفناها طبيعيه جدا، احنا بنساعد، بس اهم حاجه بالنسبه لنا التفاعل المجتمعي للنادي الاهلي. اهم حاجه شارك بصوتك معانا وشارك بتعديلك معانا. سيبك معلش من الناس اللي عماله تقول لا اصل دي لائحه ثابته، احنا اول مره في النادي الاهلي تطرح لائحه ما بندافعش عنها، احنا لائحه انا عايزك انت اللي تدافع عنها. رايك انت هو اللي هيتحط. احنا النهارده اولاد النادي، كابتن الخطيب رئيس النادي اختار مصطلح عائله الاهلي ومصر اللي هو هذا المصطلح يكون بمفهومه الحقيقي لكل الناس. سيبك بقى اصل ده مع مين وده، لا لا الكلام ده مرفوض تماما. كابتن محمود الخطيب عايز كل الناس تشارك، ولفظ عائله الاهلي على مستوى الثلاث فروع او مصطلح عائله الاهلي على مستوى الثلاث فروع يتحقق. واحنا يمكن انتم شايفينها اللي متابعين معانا على مستوى الخدمات اللي بتتقدم، هتلاقي مستوى الخدمات بتتقدم على مستوى الثلاث فروع واحد، ما بنفرقش بين فرع والتاني، لا بالعكس احنا بنقدم خدمات للشيخ زايد، بنقدم خدمات لمدينه نصر اكثر بكثير من الجزيره، يمكن عشان هم مساحتهم اوسع ومساحتهم اكبر ومحتاجين من الجهد اكتر. يعني عايزين نخلي دايما انا عضو نادي الاهلي، انا عضو جمعيه عموميه نادي الاهلي، تمام. هناك برضو مدينه نصر هيبقى فرع، لا عضو جمعيه عموميه نادي الاهلي هو من يحمل كارنيه العضويه العامله في النادي الاهلي، عضو الفرع النادي الاهلي هو من يحمل عضويه مكتوب عليها الفرع. النهارده الشيخ زايد اصبح عندك 5000 او 6000 استكملوا عضوياتهم بقى اعضاء النادي الاهلي. النادي الاهلي فروعه كلها المنتشره انا عضو النادي الاهلي، تمام. عايز تبقى عضو النادي الاهلي ولك صوت ولك حق التصويت، بيبقى تبقى عضو في النادي الاهلي، عضو عام النادي الاهلي. عايز تبقى عضو فرع لك كل الحقوق وكل الاحترام وكل الالتزام من اداره النادي ومجلس اداره النادي الاهلي. كلنا اعضاء في النادي، كلنا سواسيه في الخدمات وفي الحاجات اللي احنا بنقدمها للاعضاء، كلنا سواسيه، ولكن لازم الناس عارفه كويس قوي اللي في حقوق وفي واجبات، زي ما انت بتطلب بحقوقك زي برضو ما احنا بنلتزم بالواجبات العالميه.